هذا المواد ممنوعة من طرف الدولة الجزائرية. يا سلام أخويا يخدموا على الكلاسة سالم. السلام عليكم. أعطينا وثائق السيارة. حضارات. كيف كنت تكون واحدة أخرى يا حضارات؟ أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج ملف مغلق. في عددنا اليوم سنأخذكم في رحلة مثيرة إلى عالم الجمارك الجزائرية، وبالضبط إلى المعبر الحدودي بأم طبول، المنفذ البري رقم واحد في الجزائر من حيث كثافة المسافرين ومعالجتهم. العمل الروتيني الشاق لرجال الجمارك ثمن بالإطاحة بشبكتين، الأولى تنشط في تهريب العملة الصعبة والثانية في المؤثرات العقلية. فلنتابع. نحن هنا بأم طبول، وبالضبط على الحدود البرية الشرقية للبلاد. المركز يشهد سيولة كبيرة للمسافرين، ومن أجل السير الحسن للعملية تسهر فرق جمركية على المراقبة وتفتيش المسافرين عبر منطقتي الدخول والخروج إلى التراب الوطني. السلام عليكم. وثائق السيارة أخويا، وش عندك؟ تصرح وش جبت معك؟ تفضل معنا. حلفنا نمر. معبر أم طبول نظراً لموقعه يعتبر النقطة الثانية في معالجة المسافرين على المستوى الوطني بعد مطار هواري بومدين بالجزائر العاصمة. على مستوى المعبر الحدودي بأم طبول اللي كما قلنا هو معبر مخصص فقط لمعالجة المسافرين، يعتبر معبر مهم ومهم جداً نظراً لكثافة السيولة على مستواه سواء السيارات أو المسافرين. كما ما يخفاكمش، هذا المركز أم طبول راهو يعد أول مركز بري من حيث معالجة المسافرين على المستوى الوطني، وين يشهد حركة جد كبيرة وكثيفة للمسافرين، وخصوصا في عطلة نهاية السنة اللي رانا، وكما راكم تشاهدوا الحركة راهي مستمرة ليلا ونهارا. نظرا للموقع الجغرافي للمعبر الحدودي، مفتشية أقسام الجمارك لولاية الطرف هي التي تسير هذه الفرق الجمركية. بالنسبة لمفتشية أقسام الجمارك بالطارف واللي تدخل ضمن اختصاص الإقليمي للمديرية الجهوية للجمارك بعنابة، تضمن استمرارية المرفق العام الجمركي على مستوى كامل اختصاص إقليم ولاية الطارف، واللي عندها حدود تمتد على أكثر من 100 كيلومتر حدود برية و90 كيلومتر حدود بحرية. تسهر على التسيير الجمركي لهذه المنطقة 10 فرق جمركية متوزعة على المعابر الحدودية والفرق الجمركية العملياتية التي تسهر على القيام بمهام إدارية ومهام رقابية على مستوى هذه الحدود. كل معبر وفيه عدد معين من الفرق، قد نجدها في معبر ولا نجدها في معبر آخر. مثلا معبر العيون
مخصص فقط لمعالجة البضائع والمسافرين. أما المعبر الحدودي بأم طبول فهو مخصص لمعالجة المسافرين فقط. إذن في معبر الحدودي في العيون نجد فرق مختصة في معالجة البضائع، إضافة إلى فرق أخرى مخصصة لمعالجة المسافرين. السلام عليكم، أعطينا وثائق السيارة، جوازة السفر، مرحبا بكم. تقدر تنزل خويا. افتح المان تاعك خويا. مهام رجال الجمارك تستلزم يقظة عالية وسط هذا التدفق الكثيف للمسافرين وتصاعد عمليات تهريب المواد الغذائية المدعمة من طرف الدولة الجزائرية. احنا ديما الحركة راهي متواجدة في أم طبول، ولذا نقوم بعمليات الحجوزات الطفيفة للمواد المدعمة، منها الزيت على سبيل المثال، زيت مادة السكر، مادة السميد والفارينة، حليب الأطفال وغيرها من المواد المدعمة. السلام عليكم. السلام. وثائق السيارة خويا. وش عندك تصرح وش جبت معك؟ تفضل معنا حل. أفتحنا الأمر. هبط لي يا أخويا شوف وش عندك. هذا الزيت أخويا عبالك بيه باللي ممنوع، ممنوع من التصدير. المواد المدعمة راهي ممنوع تصديرها منعا باتا، بحيث أي كمية كانت لا يسمح لها بتصديرها. لذلك نقوم بعمليات حجوزات طفيفة، يعني قليلة ضئيلة القيمة، وهذا بشكل مستمر. أروح هبط هذه أخويا، هبط هذا. وجبت معك أخويا؟ شوية مواد غذائية وشوية برفان ومواد الهيوت، هذيك ساك تحويج يا عادة. معليش أخي مرحبا. مواد مدعمة، الزيت، السميد، جبت ولا لا؟ ما جبتيش مواد مدعمة، الزيت والسميد والسكر؟ السكر لا، الفارينة والسكر نسبة. الزيت عندك؟ قداش عندك؟ معليش اعطيني زيت مواد مدعمه. الزيت ممنوع اخويا من المواد المدعمه من عند الدوله الجزائريه. هذا الزيت اخويا عبالك بيه باللي ممنوع، ممنوع من التصدير. هذا زيت المائده ماده مدعمه، نقوم بحجز طفيف مباشره. هذا نقوم بحجزه واشي دائما نسعى أننا نكون في مستوى تطلعات السلطات العليا بالمنع البات لخروج هذه المواد المدعمة. وقد لاحظتم أثناء تصويركم أن رغم تلك المهام أو تلك الضغوطات، الجمارك الجزائرية ومساهماتهم الفعالة في حماية الاقتصاد الوطني رغم الصعوبات ورغم التحديات. تتعاقب الفرق ليلاً ونهاراً على تفتيش ومراقبة السلع والمسافرين حتى لا يفلت شيء منهم، وتدعم حسب الحاجة بفرقة من شأنها أن تصنع الفارق. المفتشية الرئيسية لفحص المسافرين بمركز الحدودي أم طبول راي مدعمة بفرقة أنياب متكونة من ثلاث كلاب مدربة تعمل بصفة التناوب وبصفة مستمرة لمكافحة جميع آفات تهريب المخدرات وأنواعها. كلاب مدربة باحترافية عالية غير مرغوب فيها عند المهربين.
وفتشي أقسام الجمارك بطارف لها فرقة مختصة وهي فرقة الأنياب التي تتبع أو تؤطر من طرف ضابط كذلك يقوم بمساندة هذه الفرق، سواء الفرق العاملة على مستوى المعبرين أو الفرق العملية على مستوى الأرض. إذن الفرق أو تحريك الفرق يتم بناء على خصوصية كل فرقة والمهام الموكلة لكل فرقة. هذه الفترة تعرف تدفقاً كبيراً للمسافرين، ما يسيل لعاب الكثير من المهربين الذين ينشطون بطريقة غير شرعية في الممنوعات. ما نلاحظه أن المهربين أرادوا اجتياز المعبر الحدودي والدخول إلى أرض الوطن ليلاً، ربما ظناً منهم أن فرقة الجمارك تكون في حالة تراخٍ أو إنهم في الحد الأدنى من الخدمة. واش نقدموا برك سيبه ولا هو سالم ديمار والحال درنا شويه موسيقى وخلينا نحكموا طريق الحاج ذاك هو نقدموا كامل عربي برك هذاك هوش ما نحبوا شويه غاشي يا هذاك هو ان شاء الله ما نقطع منك ذاك ان شاء الله يا ربي ربي يسترنا ان شاء الله. الجمارك الجزائرية على مستوى المعابر تستعمل كل الطرق الحديثة في معالجة المسافرين، من بين هذه الطرق هي الانتقائية اللي تعتمد أساساً على خبرة ويقظة الأعوان وكذلك تجربتهم في الميدان اللي خلاتهم يكتسبوا نوع من التجربة الفريدة من نوعها اللي نسموها احنا لو فلير داندواني اللي يقدر يناليزي المسافر حسب تصرفاته وتحليله للجسد وحركاته. هذه الخبرة مكنتنا مؤخرا من حجز كمية معتبرة من الحبوب المهلوسة، استغلينا فيها هذه النقطة بالذات واللي مكنت الجمركي أنه استغل معلومات قدمتها له جمركية. الو وي الحمد لله مازال ما كاين والو، ربي تستر وبارك. عيطت لها تليفونها مقفول. يبدو ان الفتاة تخفي شيئا ما. ان شاء الله ما يكون غير الخير، ربي تستر بارك. صحه. الجمركية لاحظت علامات القلق والتوتر بادية على وجهها. احترافيتها ومهارتها المكتسبة كانت سبباً في إثارة الفضول لديها لاكتشاف سر توتر الفتاة، بالرغم من أنها خارج الخدمة وليست ملزمة، حتى وإن كانت بزيها المدني وخارج أوقات العمل. سامحيني أختي، شفتك مش ملاح غير الخير. كان والو ما كان والو. أحضري بك أختي، حطني كما أختك. Thank you.
حبي صح، على بالك عندي طفلة أختي صغيرة ومتهورة شوي. قديش عمرها؟ عمرها 21 سنة وغواوها واحد الزوج وبهي عقبوا كاشيات. كاشيات؟ كاشيات هاي. اها كملي. وغواوها بالدراهم و اها وعطيتها لوتوريزاسيون باه تروح وندمت لافيريتي. سلم اخويا يا اخي، على بالك لازم تعطيلي دراهم اكثر باه نتهلا في اختي باسكو هي كفرت عليا. ايمان يا اخي على بالك واش هضرنا، ما كان حتى مشكل غير نعدوا برك، ما كان حتى مشكل فهمتي، ما تخمي ما والو فهمتي. غير نفوتوا برك ومن بعد ساعه فوتوا برك، شوفي السيركلاسيون كيف دايره وتشوفي في الحاله كيف راهي دايره. ربي يضربك، اصبري برك ان شاء الله ربي يستر. ان شاء الله ضربه كبيره ملاح. عبالك عندي نهارين وانا نعيط لها ما حكمتهاش لحد الان. واختك هذه ما خفتيش عليها؟ ما خفتيش يغويوها؟ ما خفتيش تدخل الحبس؟ عبالك بها كشيات يعاقب عليها القانون؟ هم غواوها بالدراهم وقالت لي نعطيك صوم دارجون سي بور ساعتيتها لوتوريزاسيون باه تروح. بصح لا فيريتي والله ندمت، عبالك نعيط لها عندي دو جور ما تهزش عليا التليفون. شوف تدي نصيحتي كما اختك، عبالك بها هادي هادوما لي زافير يخوفوا. ضميرها المهني والتزامها سمح لها بالتدخل ومحاولة إقناع الفتاة بأن أختها لا تعي ما تقوم به وقد يقع ما لا تحمد عقباه. وقولي مع من راحت؟ رحت مع زوز لي جون ومعهم واحدة جايين في طوموبيل. ايه وقتها داخلين؟ نورمال ما يدخلوا الصباح، بس حراني من الصباح وانا نعيط ما كاين والو وما حكمتهاش لحد الآن. ايه ومن داخلين؟ داخلين من تونس. وين الطريق اللي جايبين؟ الحدود تاع عم طبوب نورمالمون. والله برد مش نورمال عندها، مع بالك في سوسو خلاص مش برد على بالك. معليش نورمال نوصلوا بك على خير وعافيه. اختي حطي فيا كونفيونس، لازم نعاونوها، لازم نخرجوها من المعمعه اللي فيها. على هذا لازم نبلغوا، نخافوا يقتلوها ولا يديوها معاهم ولا خافوا عليها. اختي كوني معايا وبربي ان شاء الله. ان شاء الله بربي ان شاء الله نعاونوها هكا اختي. ان شاء الله. هذه الجمركيه كانت بالزي المدني وتمارس في حياتها العاديه اليوميه، ولكن حبها للميدان وحبها لهذا القطاع خلاها انها تنقل معلومه مفيده جدا حصلت عليها الى رئيسها المباشر. الو شيف، معلومه اورجون. كاينه اون فواطور داخله عام طبول اليوم، داخلين لي بسيكوتروب، فيها دو جون اي دو في. أبغاما واحدة منهم 21 عام. سي بريفو اليوم في الصباح مي أبغاما تعطلت. صح شير؟ صح صح. من بين الطرق هو استغلال المعلومات مهما كان نوع هذه المعلومات، لأنه المعلومة الصغيرة توصلنا إلى قضايا كبرى. واش عجبتكم شيخ هذه؟ عجبتك شيخ؟ ما وراك جبتي لنا حاجة باهية. كي نوصلوا الوقت درك على بالك. كي نوصلوا كي نوصلوا للجزائر من بعد ساهل ناكلوا نورمال. معليش نورمال نوصلوا بك على خير وعافية. دوك نحكموا الطريق دوك. خليك نحكموا الطريق خير. نحكموا الطريق. الفتاة أخبرت أختها الكبرى بالعملية التي ستقوم بها
ووعدتها بمكافأة مالية في حال نجاحها على أن تتستر عليها أمام أهلها. سلم أخويا، يا خي على بالك لازم تعطي لي دراهم أكثر باه نتهلا في أختي باسكو هي كفرت عليا. إيمان يا خي على بالك واش هضرنا، ما كان حتى مشكل غير نعدو بالك، ما كان حتى مشكل، فهمتي؟ ما تخمي ما والو، فهمتي؟ فوتوا باركم بعد ساعة، فوتوا باركم، تشوفي السيركلاسيون كيف دايرة وتشوفي في الحالة كيف راهي دايرة. ربي ضربة كبيرة. اصبري برك. إن شاء الله ربي ربي إن شاء الله ضربة كبيرة ملاح. حكيم حكيم يعيط اسكت لا حس لا حس لا حس يا حكيم حكيم نسمع فيك خويا اني في البوست خويا راه تبان معمره شويه يا شريكي والله يا شريكي رامي فرقتو في الغاشي وربي تستر برا يلاه يا ودي مانيش فرحانه ربي تستر يا خويا بالك نطولوا شويه سيركيلاسيون ليسونسييل وش يكون نخلي تليفونك نعيط لك صح يا صاحبي بيتنا تليفون صح 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 العملية هذه قام بها شابين وفتتين كانا على نفس سيارة أين لاحظنا ارتباكهم عند إجراءات الدخول حيث لوحظ في العديد من المرات يفتح الباب تاع السيارة ويلاحظ لاشان واش قاعدين رانا قاعدين نخدموا هذا اللي خلانا نتأكدوا باللي راهم هم الأشخاص المهنيين في عملية قراص المهلوسة. يا سلام أخويا يخدموا على الكلاب يا سلام. سلام حنباص وخفت. سلام حنباص. افتح لنا إيمان. اي كرشي كرشي حكمتني شكون انا راح تباصين انت معول انا تباصين هذوك وصلنا عندها مصيبه وعلى بالك شكون علينا ما تهضريش شنو نديرو سي بروميير فوا نخدم هاد الحاجه واش بيك نورمال بربي ان شاء الله ما كان حتى شي يما واش راح نديرو باصين على بالك واش بيك يا ايمان اصبري علينا بلا حس هذاك انت راح تباصين انت على بالك ويخدموا بالك وصلنا واش بيك راكي تهضري معاك يا ربي يا ربي كرشي والله كرشي حكمتني إيمان وصلنا نهضر معاك هنا المهربون اتخذوا جرعة إضافية من الأدرينالين فالمركز وعلى عكس ما كانوا يظنون يعرف مراقبة مشددة وهم يجهلون أن مصالح الجمارك قاموا باستغلال المعلومة التي أوفتهم بها زميلتهم ويترصدون لدخول السيارة إلى التراب الوطني خلاص فتشها مليحة هذا الاستغلال للمعلومات خلانا أننا نحجز كمية معتبرة من المهلوسات هذه نقطة إيجابية في هذا الجهاز اللي نفتخر أننا ننتمي إليه واللي جسد حقيقة معنى العائلة اللي احنا اليوم نعيطوا لها العائلة الجمركية السلام عليكم جوازات سفر تي بي دي كارت غريز من فضلك وقف المحرك من فضلك افتح الامان من فضلك واش عندكم الديكلاريو؟ انا في اربعه مكفمينها مع بعضنا شكون اللي معك؟ معايا تبيتي ولد خالتي وعندي ولد خالاتي في تونس شحال ريحتوا في تونس؟ دو جور هكا فاكونس باي فاكونس باي نعم تفضل راح دارك
اتفضلوا من فضلكم. بوزيتيف، وقفوهم وقفوهم وقفوهم. وقفناهم، لقينا عندهم مؤثرات عقلية. راح نكملوا تفتيش السيارة تفتيش دقيق، بعدها نقوموا بالإجراءات القانونية اللازمة. حولوهم للمكتب نكملوا معهم الإجراءات. حضارات كاين كنت في واحد اخرى حضارات بعد إخضاع السيارة إلى تفتيش دقيق من قبل أعوان الجمارك، تم ضبط كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة مخبأة بإحكام داخل عدة تجاويف للسيارة، منها قمرة القيادة، وكذا داخل الفلتراير في جانب المحرك. تم رفع مخالفة جمركية واتخاذ الإجراءات، تم تسليمهم إلى جهات أمام الجهات القضائية المختصة لاستكمال إجراءات التحقيق. تختلف الأساليب والحيل عند المهربين الذين يتاجرون في الممنوعات، فعادة ما يشكلون شبكات، لكل منهم دور محدد. نتكلموا على حينكة ويقظة الأعوان أثناء ممارسة مهامهم وتحليلهم لشخصية المسافر، ورغم أنه المهربين خطوا لها بشكل جيد وكانوا حاسبين كل الحسابات بما فيها تراخي، نقولوا تراخي في بعض اللحظات. بعد الإجراءات الجمركية وفور دخوله التراب الوطني، يقوم الشاب المتواطئ بإبلاغ صديقه أن كل شيء على ما يرام،
ويمكنه الدخول ببرودة أعصاب، لكن الو واش محمد صافا والله اي بي اي مريقله مليحه شويه ان شاء الله بربي ان شاء الله مريقله بربي ان شاء الله نعدي نورمال ان شاء الله ان شاء الله يرحم والديك بارك الله فيك هاي الصحه ان شاء الله اني كنعدي نعيط لك ان شاء الله هاي باهي هاي. باهي باهي صح اخويا محمد صح صح هذه العملية راهي تمت بالاعتماد على انكليرر تاع الطريق وين كلموا بالهاتف وقال له راهي الطريق ملاحة وتنجم تعدي عدى هو تقدم بدا عليه الارتباك كي شاف عملية التفتيش الدقيق والحزم في عملية التفتيش راهو حكم الارتباك هذا ما مكننا من حجز المبلغ المالي المذكور. ولكن ما كانوش يستناو انه يكون هناك جمركي يحلل الشخصيه تاع السائق وحللها بالفعل وشاف انسان مضطرب انسان مرتبك هذه كذلك تدخل في اطار تجربه والخبره اللي قاعدين نلقيوها للاعوان الجمارك الجزائرية قامت بتدريب منتسبيها على ما يعرف بالحس الجمركي وهذا ما سيصنع الفارق هنا فيما يخص العملية الثانية راهي تتعلق بحجز مبلغ مالي من الدينار التونسي تمت بالاعتماد على سكوناتيل الفلير دواني والخبرة الأعوان وهذا ثمار التكوين المستمر لأعواننا في عمليات التفتيش وفحص السيارات. سي بون سي بون. السلام عليكم. السلام. أعطيني وثائق السير. تفضل الشيخ. تفضل معي يا أخوي. وش عندك الديكلار يا أخويا؟ والله ما عندي والو حضارات انني كنت حواس برك حواس برك باجاج وش عندك شرب دماء باجاج ما عندي حتى شيء سمعت حنا عمار كسير ما عندك والو في الطوموبيل والو حضر الطوموبيل مش تاعي تاع صحايبي سما سلفتها من عنده راه تباع تعرف حوست وجيت ما شي حاجه
صاشي هذه وش فيها صاشي؟ والله ما بالي حضرات، سمي قلت خطيتني طوموبيل تاع صحيبي ديت راه تحوست وجيت. دراهم هذه دينار تونسي هذا. خاطيني حضرات انا. خاطيك هذا؟ خاطيني انا عندي غير واش اسمها تحوست هنا وجيت. شاب عنده دينار تونسي في الطوموبيل. فرس سكور. حاطو فرس سكور. هذا مكننا كذلك من حجز، وانتم راكم شفتوها، اللي تتمثل في مبلغ مالي معتبر من العملة الصعبة. عملية التفتيش اللي قمنا بها على هذه السيارة أسفرت إلى حجز مبلغ مالي، بعد زدنا خدينا السيارة إلى التفتيش الدقيق، أين عثرنا على بقية المبلغ في مخبأ بأحكام داخل عدة تجاويف داخل السيارة. وما زال كاين الشاب. هذا المسافر كانت الحركة تاعو مشبوهة، قمنا بإخضاع السيارة تاعو للتفتيش حيث تمكننا من العثور على مبلغ معتبر من العملة التونسية مخبأ بأحكام داخل السيارة. سنقوم بحجز هذا المبلغ واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد هذا الشخص. هذه كذلك تدخل في إطار تجربة والخبر اللي قاعدين نلقيوها للأعوان وننقلوها نحن كذلك كإطارات في هذه المؤسسة للأعواد اللي يكونوا متوظفين جدد في القطاع، ننقلوا لهم الخبرة تاعنا ولا اللبنة اللي تحصلنا عليها خلال مسارنا المهني حتى هما يستغلوها ويزيدوا يطوروها، وهذه هي لارولاب في إدارة الجمال. السلام عليكم، أعطينا وثائق السيارة، جوازة السفر، مرحبا بكم. هذه المواد ممنوعة من طرف الدولة الجزائرية،
سلم اخويا يا خي على بالك لازم تعطي لي دراهم اكثر باه نتهلا في اختي تسكن هاي كبرت عليا اختي حطي فيها كونفيونس لازم نعاونها لازم نخرجوها من المعمعه اللي فيها الو شاف معلومه ارجون كاينه لي فواتور داخله على ام طبول اليوم بوزيتيف وقفوا ان شاء الله بربي ان شاء الله امريكا بربي ان شاء الله نعدي الامان دراهم دينار تونسي هذا اعطيني حضارات انا خطيت هذا اعطيني انا عندي غير وش اسمها تحوشت هنا وجيت شاب عنده دينار تونسي في الطوموبيل فر السكور حاطه فر السكور ما رصدناه لكم إلا عينة من يوميات هذه الفرق والتحديات التي تواجهها لتكون قبضة من حديد في وجه المهربين. طوينا الملف آملين أن نلقاكم في عدد قادم وقضية أخرى.